مثل هذا السيناريو، هو سيناريو صعب، لكن الأشياء يبدو ذاهبة نحو هذا السيناريو الصعب. أنا أعتقد على العراق أن يشارك في هذه المرحلة، وأنه يشرح للآخرين أن لديه علاقات خاصة تاريخية مع إيران تمنعه من أن يكون جزءا من تحالف يستهدف إيران، وأنه يريد أن يكون الوسيط، وعلى العراق هنا أن يأتي بأفكار عملية تقنع الآخرين الخليجيين الأمريكيين، لأنه ليس لدى العراق حقيقة نفوذ عليهم. ومثل هذه الأفكار ينبغي أن تأتي من إيران أولا. أعتقد هذه لحظة نادرة مناسبة للسيد مصطفى الكاظمي الاستفادة من تاريخه كوسيط بين الطرفين، و يعني إحساس الطرفين أنهما يستطيعان التعامل معه، وربما هذا يزيد من حظوظ السيد الكاظمي في الحصول على رئاسة وزراء ثانية. لكن الموقف العراقي عموما أنه لا يكون جزءا من هذا الصراع يشرح خصوصية الوضع العراقي، لكن أيضا عليه أنه يقدم ضمانات أنه لن يكون مع إيران، لأنه هذه الإشكالية. أنه أعتقد الخليجيين والأمريكيين يعني على مدى السنوات أبدوا تفهما لخصوصية العلاقة بين العراق وإيران في سياقات مختلفة، لكن المشكلة الحقيقية هنا أنه لدينا أطراف في الدولة العراقية فصائل مسلحة وما إليه تدفع العراق إلى التحالف مع إيران، الوقوف مع إيران باسم الحياد في الصراع بين الطرفين. هل تستطيع حكومة الكاظمي أو الحكومة العراقية بدلاً أن تضمن فعلاً حياد العراق في هذا الموضوع؟